من واقع حضورها ونشاطها في مؤتمرات المنظومة الدولية، شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المستهلك تحت رعاية منظمة الأونكتاد بوفد رفيع المستوى يترأسه معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، الذي أكد في المؤتمر على أهمية رؤية المملكة 2030 التي تستهدف طفرة اقتصادية وسياسية واجتماعية على كل للمستويات. الرسالة الدولية هي حول يعني نقطتين، النقطة الأولى أن المملكة جزء مؤثر وفاعل في المنظومة الدولية، نستفيد من التجارب الدولية ونحاول أن نبدأ مما انتهى إليه الآخرون، نحرص بشكل كبير جدا أن احنا ممارساتنا في السوق السعودي تنطلق من المواصفات الدولية والممارسات الدولية. أيضا نحاول قدر الإمكان أن نعكس الحراك الذي أطلقت المملكة العربية السعودية من خلال رؤيتها الطموحة 2030 والمبادرات الرائدة التي يشملها أو تشملها هذه الرؤية ببرامجها المختلفة. من خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة الذي ينعقد بجنيف، أطلقت المملكة مبادرتها الوطنية لسلامة المنتجات التي تهدف إلى تشريع المحور القانوني والتقني ومواكبته للمعايير والمقاييس الدولية، وتمكين الجهاز الخاص لهيئة المواصفات والمعايير من اكتساب خبرات دولية، خاصة وأن المملكة لها دور فاعل ونشط في المنظومة الدولية. التجربة التي عرضناها تعكس المحاور التي عملنا عليها في مبادرة سلامة المنتجات وتشمل ثلاثة محاور. المحور الأول هو المحور التشريعي والمحور القانوني، والحمد لله انهينا مسودة نظام سلامة المنتجات ونظام المواصفات والجودة. المحور الثاني هو المحور التقني، وعرضنا على المجتمعين إطلاقنا لمنظومة سابر الإلكترونية لتسجيل المنتجات وتتبع المنتجات في السوق السعودي، والتي أطلقت مطلع هذا العام. المحور الثالث هو تمكين القطاع الخاص من خلال جهات تقويم المطابقة، المختبرات الخاصة وجهات الفحص. مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية جعلها رقما صعبا في الساحة الدولية، حيث لم تنحصر المشاركات الدولية للمملكة في الحضور فقط، إنما في اتخاذ القرارات الدولية الهامة وتقديم النصح والمشورة في بعض القضايا المطروحة على الساحة الدولية. مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات منظمات الأمم المتحدة لم ينحصر فقط في الحضور، وإنما في اتخاذ القرارات التي تؤثر على الساحة الدولية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.